رجعنا من جديد في فير بلاي، والتحق بنا ضيفنا اليوم الرئيسي محمد فرحات تشيدة، واحد من الابطال اللي كانوا شرفونا في العاب البارالمبية طوكيو 2021. محظينا فرحات، اهلا بك فرحات. اهلا بك سي اسلام. شنو احوالك؟ شنو الامور؟ والله الحمد لله عايشك. ثاني مداخله هذه معنا، كنت معنا بالتليفون منذ ايام. اليوم اكيد الحدث يفرض نفسه، لازم تكون بحظينا وتجيب لنا الميدال العزيزه وغاليه ذيك. خويا شرفتونا ان شاء الله. عايشك الحمد لله، هذا ماله الا يزيدنا فخر واعتزاز بالوطنيه نتاعنا، خاطر نحن غايتنا الوحيده هو انه نرفع رايه بلادنا قدام الدول العظمى كيما امريكا، المانيا، اسبانيا، الدول هذوما اللي عجزوا باش يرفعوا ضربوا بلادهم برغم الامكانيات اللي عندهم المتوفره، برغم الماديات المتوفره، الليزاتات نتاعهم، الكونفور المتوفر، لأنه نحن معناها نقول الحمد لله، معناها حلفنا للحظ وخدمنا زادة، خاطر هي مهيش حظ فقط، هي خدمة ومثابرة واجتهاد، ومن بعد ثم توفيق من عند ربي. لذلك الواش الحمد لله، معناها أنه للحظة هذه محمد فرحات شيدة التو مازال معناها يتوج بالميداليات، بالرغم أني الوحيد اللي قعدت في الجيل الذهبي، معناها وهذه خامس مشاركة. انت اقدم من وليده بالطبيعة، انا اقدم اتليت في الرياضيين الموجودين، هذا من كل، خاطر انا الوحيد اللي خلط معناها بالحق على الجيل الذهبي، بالحق اللي كيما نقولوا وسام البحري، نقولوا عبد الجبار ضيف الله، نقولوا ماهر بوعلاق، هذوما الناس اللي بديت بهم الجامعة معناها، وانا خلطت عليهم هما في الفانت كارير، والحمد لله اللي حلفني الحظ، تعلمت منهم وخذيت منهم، وتو قاعد نخدم كيفهم هما معناها كقائد فريق، اني نعاون الصغار هذوما اللي طالعين بالاكسبيريونس اللي عندي، بالمعلومات اللي خذيتها واكتسبتها معنا. اكيد حبينا يكونوا بحضرنا اكثر رياضيين اليوم، اغلب الرياضيين تقريبا روحوا، كل واحد مشى للمدن نتاعهم في قفصه تقريبا، والكيف برشا رياضيين ان شاء الله يكونوا بحضرنا تباعا في الايامات القادمه. اللي مالي روعة تليلي كان باش تكون بحضرنا اليوم، عندها بوم التزام في اخر لحظه، يمكن نحاول ناخذوها بالتليفون بعد شويه. ايضا باش يكون معنا حبيب الحامي، مستشار فني للجامعه التونسيه، باش يلتحق بنا بعد شويه ان شاء الله. على كل محمد فرحات اكيد باش يمثل الرياضيين هذوما الكل، باش يحكي باسمهم ان شاء الله اليوم، وهو تقريبا اكثر واحد مؤهل، يمكن حتى كما كان يحكي بحكم السن تقريبا من 38 سنه. فمحمد فرحات صحيح الجمعه هذه نغلق 39 سنه ما شاء الله. خلنا اللي ما يعرفوكش فرحات، قلت تحب انت محمد ولا انك اكثر حاجه اللي ما يعرفوكش، قدم روحك للناس. محمد فرحات، محمد فرحات شيدة، بطل عالمي وبطل بارالمبي، الحمد لله معناها تحصلت على العديد من الميداليات والالقاب. بدايتي كانت مع الاسوياء، الا انه معناها صار لي حادث باش التحقت برياضه المعوقين، وفتكم انا معناها بحديث بفوتكم بالحديث، اني خاطر اني وقت اللي كنت سوي زاده كنت انا نخدم التوا مع لي زونديكابي، معناها نخدم معهم فولونتير. معناها عندك علاقه بهم حتى من قبل ما تنضم لهم؟ يعطيك الصحه، عندي علاقه بهم، خاطر بالحق هذوما ناس من قبل معناها يترينيو معايا واصحابي، فهمتني، وناخذ منهم معناها الروح اللي عندهم وكل اراده وكل عزيمه هذيك، اللي هذاك واش خلاني انا نزيد نقرب لهم اكثر، ونخدم معهم فولونتير في الدورات اللي نظمتها تونس قبل معناها. لو كان تسمع قلت حادث نجم نحكي عليه ولا شنو صار بالضبط؟ صحيح هو قضاء وقدر، حادث مرور صار لي معناها في حومتي، ومن لطف الله معناها الحادث معناها يتسمى مرة على خير، معناها ما سبب ليش معناها إعاقة كبيرة يعني اللي باش نكون في كاروسة ولا كذا، تثبت لي فيه معناها إصابة على مستوى الشوفي اللي صار، وإصابة على مستوى يدي اللي صار، إلا أنه معناها غرزت الحق معناها وقتها في السبيطار 23 غرزة في الشوفي. قد عمرك وقتها؟ عمري حوالي 19 سنة. صغيرة. وصارت لي وصار وغرزت في راسي في 7 غرز من جراء الحادث. هذوما الحاجات اللي معناها بالحق قلقتني من الاول شويه، كيفاش معناها انا وقتها معناها حتى يدي معناها ولات معوجه،
معناها ما عاد عندي ولا عندي بروبليم، معناها كي نبدا ما واقف مع انسان ولا نحكي مع انسان باش يعطيني باش ناخذ حاجه بيدي اللي صار ما نجمش ناخذ منه حاجه. ما نعملش البروناسيون، نعمل السوبيناسيون ما نعملش البروناسيون، معناها ما تدورش ايدي. هذايا هو ضعف العصب هو تسمى، فهمتني؟ هذايا الضعف هذايا نتاع العصب اللي معناها يصنفني انا مع لي زونديكابي في الكاتيجوري نتاعي تي 38 اللي هما عندهم نفس الصنف نتاع الهونديكاب نتاعي. تلقى عندهم بروبليم في الشفي، في البواني اللي صار في البواني نتاع ايديهم، فهمت؟ باش تكون معناها الكفاءات متعادله، معناها ما تنجمش انت مثال عندك بتر ولا عندك ما نعرفش نحكي على امبيتاسيون مثلا وتلعب مع انسان مال فويون اكستندر، لا مش كيف كيف. لازم لي زومبيتي تكون عندهم نفس الامبيتاسيون، اذا كان قصد اليدين اللطف ولا قصد الساقين نفس الـ 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 نفس القصه، هي تحت الركبه هي فوق الركبه هي تحت الكود ولا فوق الكود، باش يتصنفوا لكم صنف اخر يتسموا تي 46 وتي 45. مهم جدا اللي تقول فيه باش العباد تفهم، خاطر ما عندناش برشا ثقافه في الرياضات هذوما البارالمبيه، باش العباد على الاقل تفهم شنو دكوال تجيب وكيفاش يتم تصنيف الرياضيين معناتها في العالم الكل. احكي لنا كيفاش بديت ما نسيتش من اللوب الكل. بدايتي كانت وقتها في اثينا الجو اولمبيك اثين مع المدرب الكفء سي سامي الزريلي، نتوجه له بالشكر كأول مدرب راني. تحصلت الحمد لله وقتها على الألوان الثلاثة، البرونز والفضة والذهب، وحطمت الرقم القياسي البارالمبي. وكان لي الحظ زاد كيف في 2005 مع سي سامي الزرلي كيف تحصلت على 3 ميداليات ذهبية في 100 متر و 200 متر و 400 متر. و 2006 وليت عند مدرب اخر اللي هو سي ابو بكر بن علي، نجم نذكره خاطر وقتها ولا هو يدرب فيا خاطر سي سامي احترف ولا يدرب في الخليج وقتها. تحصلت معه على 2 ميداليات فضيه وميداليه ذهبيه في بطوله العالم. و 2008 في بكين كيف مع سي ابو بكر بن علي تحصلت على 2 ذهبيه وميداليه برونزيه وركور ورقم قياسي بارالمبي في السولونغور. و 2012 تراني كيف نتحصل على ميداليه، حصل على ميداليه ذهبيه في ال 400 متر. وقت المدرب نتاعي سي عبد الله مشراوي، وعملت معاه الركور دي موند زاد نذكره بالخير سي عبد الله مشراوي اللي هو زاد كيف بعد احترف ولا يدرب في الخليج، اللي هو الركور دي موند عملته معاه في نيوزيلندا 2011 14 جونفي 2011 اللي كان ذاك الرقم القياسي العالمي اللي توا عجزت الدول بامكانياتها بقوتها بالطاقات البشريه اللي عندها انها تحطم الرقم القياسي اللي عمله محمد فرحات شيده طبعا عنده ما يقارب 10 سنوات. هذا يزيدني فخر ويزيدني اعتزاز، والحمد لله اللي في الدورة هذه كيف معناها الأبطال العالم والأبطال البارالمبيين اللي شاركوا معايا معناها عزوا إنهم حتى يربحوني وإلا يحطموا حتى الرقم القياسي العالمي معناها. التحق بنا ضيفنا الثاني ايضا حبيب الحامي المستشار الفني للجامعه التونسيه. اهلا بك حبيب. مرحبا. شلون حالك؟ الحمد لله. شرفتونا نجم نقولوا حتى الجامعه التونسيه كيف معناها تعتبر مشارك رئيسي في الانجاز، شرفتونا الكل كما قلت الفرحات. الحمد لله هذا توفيق من عند ربي، الحمد لله احنا فرحانين باولادنا حد اللحظه هذه، لان ما زالت اليوم حد اللحظه المسابقات موجوده، اولادنا مازالوا موجودين غادي لحد الان الحمد لله النتائج تعتبر مرضيه وطيبه جدا. راضين على الحصيله؟ والله في الظروف الموجوده بصراحه معناتها اللي تعدينا بها ما نجم نكونوا كان فرحانين، وخاصه ثم مؤشر معناتها احنا فرحانين برشا معناتها به اللي هما عندنا الوليدات الصغار اللي شاركوا اول مره معناتها تقريبا في معناتها اول بارتيسيباسيون في الاولمبيك وكانت نتيجتهم طيبه للامانه. لكن اقل شويه من الدورات اللي فاتت. طبيعي خاطر اول حاجه نشوفوا الكوتا اللي خذتها تونس السنه في البارولمبيك جابون تقريبا 24 رياضي بالنسبه نحكي على الجامعه التونسيه للمعاقين،
في اخر لحظه كوتام معناتها من الوزاره طيب لا لا كوتام من اللجنه التنظيميه طبيعه الحال احنا خذينا 19 مقعد بصفه ترشحات مباشره وخمسه بلايص اخرين معناتها في المرحله الثانيه معناتها ما تاهلوش لا لا مش تاهلوا فهمنا الوضعيه كيفاش تصير احنا تقريبا هي ثم نقولوا احنا دي كاركتير معناتها ترشحوا بها ثم رانكينج نمشيوا به ونعطيك حاجه احنا عندنا 16 رقم تاهيلي اخر ما تمكنش باش يكون في اليابان للامان لانه القيود اللي وضعتها خاصه لجنه التنظيم المره هذه على الجائحه وعلى الظروف وتعرف انت سنه معناتها هي الاولمبيك 20+1 تقريبا السيكل نتاعنا كاترون تجاوزناه بعام هو في حد ذاته اشكال على مستوى التحضير الرياضي هذه حاجه مشينا ب 23 رياضي تعرف الاصابه تعكر حاله صحيه ما في اخر لحظه للبطل البارولمبي ناكد عليها معناتها هنيه العايدي اللي مالوروزمون صارت لها ظروف صحيه نصدق عليهم بعد هنيه وتوكا تقريبا هنيه وياسين ومروه تقريبا وهذوما تعرفوا معناتها الثقل نتاعهم والوزن نتاعهم معناتها على المستوى الرياضه البارولمبيه 23 رياضي تقريبا حصيله تعتبر طيبه مع الظروف الصحيه مع لوربتور اللي صارت ما تنساش معناتها كونفينمون وبرشا حاجات مع معناتها الحمد لله هم في حاله الكل احنا نقولوا فرحانين بالانجازات اللي معناتها خاصه ثم شكون اكد النتائج الطيبه نتاعو وثم شكون باش نبداو متفاهمين كلنا فرحانين اما الرياضيين هذو معناتها عاودونا ديما الفوق معناها فهمت على ذاك ديما نكونوا قاسين معاها مش قاسين ولا نحبوا ديما ما خير طبيعي لانه تونس اليوم ريفيرونس معناتها في رياضه العاب القوى معناتها لذوي الاحتياجات الخاصه اكيد هذا ما يخلينا كان نزيدوا نخدموا اكثر نزيدوا نقدموا اليوم الحصيله مفاتش هنا راهو مازالت عندنا مجموعه ثانيه قاعده في اليابان وان شاء الله كيف نسمعوا كان النتائج طيبه عليهم ان شاء الله باهي فرحات كيفاش كانت التحضيرات نتاعك ومتاعكم خاطر تحكي لي على كل مثال صحيح التحضيرات كانت صعيبه ياسر كلمه حق بحكم جائحه الكورونا اللي وقفت العديد من المسؤولين ومن العدائين ومن الجنود الخفاء اللي بالحق معناه تكرسوا باش يخدمونا وتعبوا معانا في الفتره هذية الا انه معناه ولينا نحن حتى نجتهدوا معناه بصفات غير قانونيه معناه تصور انت يبدا التيران مثال مسكر وما ثماش شكون في التيران تولي تلتجا انك باش تمشي تنقز من السهور وباش تترينا وحدك على المضمار خاطر ماك تعرف نحن عندنا خدمه سبيسيفيك لازمك تخدمها على المضمار البيست هذيك الحمراء اللي نترناو عليها فهمت وتلقى الريسك ساعات تنقز من السور تيح تهبط ساقك تتفصع ولا كذا والا ساعات تلقى روحك هارب من الحاكم ظروف صعيبه هارب من الحاكم باش تمشي تطلع تترنى في الغابه في المنتزه النحلي كذا مع الجائحه هذي اللي كانت معناها بالحق عامله برشا فهمني اوبستاكل للعدائين نتاعنا توانسه مالجري اصحابي انا سالتهم اللي كانوا يحضروا اللعب الاولمبيه معناها كانت بلدانهم الكل مفرط لهم كل الظروف وكل السبل باش يترينيو في اريحيه وحطوهم في اماكن خاصه ووفروا لهم الظروف الكل نحن نقول ان شاء الله معناها ديما نداركوا معناها اخطائنا ونتعلموا من الصعوبات هذه اللي صارت في الفتره هذه وفي الجائحه هذه ونحاولوا المرة الجاية معناها نزيدوا نحسنوا حتى إذا كان باش نعملوا قيود ما يلزمش قيود تعم على الناس الكل معناها عندنا ظرف خاص أوكي متفاهمين نحترموه والقانون فوق الناس الكل أما كيف عندنا ضربوا البلاد وراية البلاد يلزم الناس هذوما نعطيوهم مكانتهم نعطيوهم حقوقهم اللي نعرفوا فرحات التحضيرات ما كانتش ولا بد معناها بهالي حتى وصلت عملتوا غريف بخصوص المنح نتاعكم ولا صحيح المنح ما خلطت الناس هو السجال طول العام وقريب يوفا ونحن بريسك معناها الاولمبياد وفاو والفلوس نتاع العام التولى جات التولى اللي خذينا شهرين معناها ما كملناش خذينا شهرين الكل معناها ناقصين قدام شهرين ما يقارب ثم اربع شهري تقريبا اربع شهري ما خذيناهمش توا حاليا فهمت وزيد المشكله العويسه الاخرى معناها كونه حتى معناها الوزاره كي وقفت معانا والجامعه معناها وقفت معانا باش وفرونا الكونترا دوبجيكتيف ووفرونا اللوجيستيك خلي على الكونترا دوبجيكتيف وفرونا اللوجيستيك هذا كل شيء جاء مخر معناها حتى كنت الكونترا دوبجيكتيف معناها 20 مليون هكا ولا فيه
لا هذا عاملين ولا عطاهولي يعني فيه صحيح 20 مليون اللي هي هل كيفين معناها 20 مليون باش تجيب مدريد عليه اولمبيه؟ ما تعمل حتى شيء 20 مليون، هو انا وحدي صرف على 20 مليون. ال 20 مليون هنا من مكتوبي الخاص تصرفهم ترانسبور ماشي وجاي يعطيك الصحه صرفهم. معناها في راهو عندنا عندنا لوازم للتدريب، مثلا كيما نحكيو على بوانت باش ترينا بيه، عندنا ماتريال نترينيو بيه ماهوش رخيص، معناها حتى الكراسي مثلا الكراسي فهمت ال 20 مليون ثم شكون ياخذ بها حتى كرسي؟ ما ينجمش ياخذ بها كرسي باش ترينا بيه، الكرسي يوصل ب 30 وب 50 مليون. انا البوانت نتاعي يقول معناها حاجه تسمى رخيص، معناها ماهيش كيف الكرسي، معناها بوانت 3 ملايين نتاع اما كي تحسبهم بوانت، خاطر انا متعدد الاختصاصات 100 متر 200 متر 400 متر سولونغور طول في العام تحتاج 4 5 6 يعطيك صح، ونعمل 800 متر ست الاختصاصات هذم اللي نجريهم يطلبوا كل اختصاص يطلب تقريبا بوانت. معناها كي نحكيو على 6 بوانتات البوانت يوصل 3 ملايين وفيت ال 20 مليون. يعطيك صح وفيت ال 20 مليون. حبيب الدوله الجامعه لهنا باش تضرب على الرياضيين هذم معناتها بصراحه ميزانيه تحشم ولا؟ اجا خلينا نحطك في الاطار. اول حاجه نشوفوا العقود الاهداف وين كانت وين ولات. اي صحيح. هي راهو تحسب للجامعه هذه حاجه، لانه اليوم ولينا معناتها عندنا 11 عقد اهداف لرياضيي النخبه. معناتها حاجه تعتبر الى حد ما طيبه، وهذا باش يزيد طبيعي طبيعي احنا ماذا بينا ولادنا الكل. لكن عندك سلطه اشراف لا مش حتى على الرقم حتى على المونتون معناها. لا الرقم تقريبا تحسن بالكدا معناتها تحسن بارابور كان كان قبل في حدود ال 20 مليون صحيح معناتها الحكايه هذه. اليوم وصلنا نحكي على 80000 دينار ما عادش 20 طبيعي طبيعي تحسن اليوم تقريبا عندنا فيما فوق 800000 دينار جلوبال معناتها العقود الاهداف هذه حاجه تحسب للمكتب الجامعي امانه اللي هو صراع كبير مع سلطه الاشراف باش نجم ياخذهم. قاعدين نحاول معناتها نتمناه باش يكون خير. وش هذه نتاع شهري هذه ما هي ما هذه مرجع نظر سلطه الاشراف. لا هي انتم دوركم على الاقل باش بريسيون على الاقل. لا هذا ما شوف المراسلات موجوده، التذكير موجود، الاجتماعات اليوميه موجوده مع سلطه الاشراف باش نحاولوا تحل الامور شويه وتكون تتخلط معناتها الماديات للاولاد نتاعنا. الحقيقه معناتها انا معاهم ونعرف الرياضي ما ينجمش يعيش معناتها كان بالامور الماديه. مش كان رياضي اي حد في الدنيا اي حكم هذايا. سلطه الاشراف هي معناتها نقولوا احنا الجامعه هي القاطره تحاول باش نصبوا لي رابور نتاعنا في وقتهم، نحاولوا نضغطوا شويه، نحاولوا ثم اجتماعات المكتب الجامعي مع المعني بالامر سلطه الاشراف ونحاولوا باش ديما الفلوس تخلط. حبيب البارحه استقبلتكم الوزيره، صغيرت شي فرصه على الاقل حكيتوا معها في الموضوع؟ والله هي الحق معناها جاتنا قبل حتى ما نمشيو وحكينا فيه الموضوع. عندنا مشكله معناها عويصه ياسر ونعانيو منها برشا 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 البيروقراطيه هذه هي اللي قاعده تحطم في ليزاتليت. معناها انا صحيح اوكي كتابين مثلا محمد فرحات شيده طول الكونترات اوبجيكتيف نتاعو عامله ولا كان 20 مليون توا ولا ما يقارب 83 مليون 183 مليون مع الورق معناها ريالمون ما تشدهمش في يدك. معناها يمشيوا في التحضيرات حاجه شنو كيفاش فهمت شنو اللي يصير؟ الوزاره اوكي تجي تشوف البرنامج الرياضي نتاعك اللي حضروا المدرب نتاعك الاستاجات المعسكرات وين باش تكون وكذا وشنو المتطلبات وكذا باهي. على ضوء ذاك الوزاره تحدد لك مونتون. المونتون اللي تحدده الوزاره هذاك يلزم في الاصل يتصب في جانفي. انت السيزون نتاعك تبدا في جانفي، انت الكونترا دوبجيكتيف ماك صححته على اساس في جانفي باش تبدا تحضر حتى كش سبتمبر. ديما عندنا نحن الشيونس نتاعنا بطوله العالم ولا العاب البارالمبيه ولا اي تظاهره كبيره دوليه تلقاهم ديما يجيو في سبتمبر تقريبا في اخر العام. مي انت ما تجيش تحضر في اخر العام. انت عندك التحضير نتاعك اول ما يبدا من الاول العام من جانفي ثم ثلاثة أشهر هذوكم معناها ديما مؤخرين عام نحن يعطيك الصحة ثم أنت تصور معناها نحن حتى معناها البرمجة نتاعنا اللي حاطها المدرب على أساس اللي أنا نورمالمون جون في فيفري مارس هذوما الثلاثة أشهر نتاع بريباراسيون يلزم نكون نعدي فيهم أنا ستاج أليترونجي في التروا موا هذوما يلزمني نكون على الأقل في سود أفريك خاطر تونس تبدا مطر وكذا ما تنجمش وقتها باش تترينا برشا مطر وشتا
نجمش نحن تعرف ما عندناش قاعات مغطاه هوني في تونس باش نجمو نترانيو فيهم كيما البرة وكذا، معناها ديما باش تلقانا في الشوارع، وفي الشارع كي تبدا طبعه والمطر ما تنجمش تترانى، تعجز باش تترانى. لازمنا الفتره ذيك ما يتيحش لونترينمون ونقعدوا ديما في نسق عالي، نخرجوا نمشيوا مثال سود افريق، سود افريق بدا تقسم معتدل وقتها نجمو نترانيو غاديك. هي الوزاره في الفتره هذيك نستناوها نحن من جونفي الفيفري المارس وباقي ما صبتش الفلوس، افريل ماي خمسة اشهر اخرين باش الوزاره صبت الفلوس وصبت شنو صبت الكترونش الاولاني. انا كي تجي تصب لي انت الفلوس وقتها في ماي، باش نعمل بها انا الفلوس في ماي؟ انا العام تعدى عليا وقت اللي انا يلزمني نخدم ونثني الركبه باش نزيد نحسن من النيفو نتاعي، انت ما عطيتنيش الفلوس، عطيهم لي عطيني ترونش تو في الاخر، والترونش الثانيه ال 40 مليون الثانيه وقتاش يمدوها لي؟ بعد كومبيتيسيون يمدوها لي وقت اللي انا طالع، انا ماشي ما عندي من عم بيع في الشهر هذاك اللي انا طالع فيه للبكين طوكيو لطوكيو تمد لي في الفلوس، انا شو نعمل بها الفلوس؟ موضوع كبير. تنزل نحكيو بعض الاخبار، يعطيك الصحة فرحات كيف كيف حباب صابرين في الاخبار، وبعد راجعين مكملين مع البطل التونسي فرحات هيدا وحباب الحامي مستشار فني الجامعة التونسية.